مواضيعه واقعية منوعة تعرض في ملتقى لتخرج طلاب مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، وبمشاركة 26 فناناً وفنانة من خريجي هذه الدفعة. واحتضن المعرض في ذات المكان الذي بدأوا فيه رحلتهم مع الفن والتشكيل خلال عامين من الدراسة. المعرض ضم 49 لوحة بحجم 70x100 وبتقنية الألوان الزيتية، تنوعت في مواضيعها بين البورتريه بدلالاته الواقعية والتعبيرية والإنسانية والطبيعية الصامتة والمشاهد الطبيعية والمنظور والبيوت والحارات الدمشقية القديمة والمهن والأزياء التراثية بأساليب تم تنفيذها خلال 3 أشهر. شاركت بلوحة من وحي رجل سمعت فيه بمكتب عنبر، هو أقدم مؤذن، أعطاني إيحاء بتجاعيد وشه عن الشام القديمة وعن كل شيء قديم، فحبيت أني جسته بلوحة. شاركت بأدهم إسماعيل تقريبا من 2019، ونحن خريجين دورة 2021-20. حبيت أعبر بلوحاتي عن القراءة، وجسدت فيها حصرا النساء كونه هي المرأة بعالمنا حاليا عم تهرب من الواقع الحالي عن طريق الروايات، فحبيت أحكي بالروايات حبيت أحكي باللوحات الموجودة، المرأة اللي هي عم تقرأ بالعصر القديم وبالعصر الجديد، فهي القراءة حاليا هي حاجة أكثر ما هي تكون ترف. حبيت أقدم أعمالي اليوم باللوحة الأولى عن الأرض وخيرات الأرض من خضرة وفاكهة، باللوحة الثانية أنه المرأة هي رمز للعطاء، فهي حاملة شيء من خيرات الأرض بأنه هي رمز للعطاء مثل ما الأرض هي أرض للعطاء. كل قطعة فنية حرفية مشغولة بالإيد هي قطعة مصنوعة بكل حب، وبنفس الوقت القطعة الفنية بتكون ممكن الفنان يبقى عليها مثلا يشتغل أسابيع ممكن شهور، فهي يعني بتكون خليط أو مزيج من الحالات الشعورية للفنان، ممكن هو يمر بفرح بتفاؤل بأمل بكتير حالات من الإخفاق والأحباط يرجع للتفاؤل عن جديد، فهي بتضم مشاعر كتير قوية، وبنفس الوقت كل قطعة فنية هي قطعة فريدة ومتميزة بنوعها أكيد، لأنه ما في قطعة بتشبه الثانية. مركز أدهم إسماعيل رافد قوي للحركة الفنية التشكيلية السورية ضمن إطار اهتمام واسع الطيف بالمتقدمين وطلبة المعهد على مدار سنتين لإطلاقهم للعمل في الساحة التشكيلية السورية.